تحيات لحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مكملين في تغطيتنا الخاصه والحصريه مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي في المباراه المؤجله من الجوله 25. ويسعدنا يكون معانا كابتن كريم حسن شحاته مدير الكره بفريق البنك الاهلي. يعني كابتن كريم تحياتي ليك في البدايه وبرحب بحضرتك. يمكن كان ليك تصريحات اكثر من رائعه وكانت ايجابيه جدا قبل نهائي افريقيا بخصوص النادي الاهلي، وكمان قلت ان شاء الله هنكون ان شاء الله في يعني اول مباراه تكون مع النادي الاهلي محضرين مفاجات النادي الاهلي وهكون في ممر شرف كمان. يعني طبعا برحب طبعا كابتن ايمن كل استوديو طبعا قناه النادي الاهلي، ومبروك طبعا على بطوله افريقيا، ومش مفاجاه ولا حاجه، ده طبيعي. يعني احنا كنادي بنك اهلي وبنحتفل بالنادي الاهلي طبعا، حاجه بسيطه كده من تكريم بسيط، يعني مش حاجه جامده، بس ده طبيعي وده يعني روح رياضيه واحنا واحد كلنا. مهم النادي الاهلي يعني فرح مصر وفرح وخد البطوله العاشره، فحاجه طبيعيه يعني مفيش مشكله خالص. كابتن كريم، يعني من الحاجات اللي تحسب ليك وانت معانا لازم نذكرها ان دايما تصريحاتك ايجابيه، ولا احنا عارفين ان ده الطبيعي، بس للاسف يعني من كتر ما الدنيا بقى في حاجات غير طبيعيه بقى الحاجه الطبيعيه الناس بتبص لها انها مستغربه شويه. لا احنا كلنا اخوات بره الملعب، ولما بيكون في فريق مصري بيلعب سواء الاهلي الزمالك بيراميدز اي فريق مصري بيلعب بره مصر بنبقى معاه وبنشجعه. احنا بنحاول، انا برضو بقى يعني بعيدا عن انا مدير كره في البنك الاهلي كاعلامي، بنحاول نهدي الاجواء شويه ما بين الجماهير والسوشيال ميديا، فبنحاول يبقى الامور كلها كده هاديه وفي روح رياضيه وتنافس جوه الملعب. يعني ما حدش بيقول ان جوه الملعب يبقى برضو فيه هدوء، لا التنافس جوه الملعب تنافس شريف، بره الملعب لازم نبقى اهدى وكل واحد يحترم المنافس وفي نفس الوقت يعني يبقى بيشجع فرقته بكل احترام ومفيش مشكله خالص. يعني فنيا بقى ونتكلم جوه الملعب، يمكن ناهيين بشكل اكثر من رائع، فوزين متتاليين على الجيش والمصري، 6 نقط اعتقد حطوكوا في مكان كويس، يمكن بتشتركوا بنفس الرصيد مع اسوان في المركز ال15 وال16. شايف الانطلاقه دي ازاي وانت بتواجه كمان النادي الاهلي النهارده، والنادي الاهلي منقوص منه تقريبا 8 لاعبين؟ الحمد لله الفتره اللي فاتت كنا يعني عاملين ماتشات كويسه ونتائج كويسه، بس احنا لسه في موقع خطر في الجدول، لسه في المركز ال15 بنفس الرصيد مع اسوان، فلسه مشوار طويل بالنسبه لنا، 8 ماتشات متبقيين لنا لازم نحارب ونقاتل في كل الماتشات المتبقيه. النهارده طبعا ماتش صعب مع النادي الاهلي بطل افريقيا وفريق كبير طبعا، في منافسه شديده بينه وبين الزمالك على الدوري السنه دي، وعارفين الاهلي اهلي مش عايز يضيع اي نقط، لكن احنا طبعا عندنا طموح وعندنا تركيز ومستعدين كويس لماتش النهارده. الاهلي بيغيب منه 8 لعيبه مؤثرين، ولكن كل لعيبه النادي الاهلي السكواد كله 30 لعيب كلهم جامدين. يعني النهارده هتلاقي اجايي جونيور اجايي وكهربا موجودين في التشكيل، ايمن اشرف، بانون، محمد هاني، كلها علي معلول، محمد شريف، قفشه، السوليه، حمدي فتحي، يعني كلهم مفيش حد فيهم احتياطي واساسي، مهما غاب عن النادي الاهلي بيبقى السكواد اللي موجود او ال11 اللي بدا او حتى الدكه كل اللعيبه في النادي الاهلي مستوى واحد. ف ده بالعكس ده بالنسبه لنا اصعب كمان، ان اللعيب اللي مثلا واحد زي اجاي او كهربا بقى لهم كتير ما بيلعبوش، فالنهارده عايز ينزل ويثبت نفسه فهيطلع جهد مضاعف، فماتش صعب جدا، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا كبنك اهلي ونعمل حاجه كويسه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله شكرا كابتن، نتمنى لكم التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله بعد ماتش الاهلي بقى. ان شاء الله اشكرك كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع كابتن كريم حسن شحاته. عوده لحضرتك واستكمال باقي فقرات الاستوديو.